طبيعي وواقعي ان نشجع الفريق القطري باعتباره المستضيف ودوله عربيه لاول مره على صعيد المونديال، لكن الامر الواقعي هو ان نتوقع الدول المعتاد ان تكون في كاس العالم او ان تكون هي في المقدمه كالمانيا فرنسا او حتى البرازيل مع انها تاخرت في المراحل السابقه، لكن نتمنى لقطر ان تجد مكانا مقابل التعب التي قدمت. من شيء 4-5 سنوات نشجع منتخب فرنسا. بالنسبه لكاس العالم السنه في قطر تتوقع مين اللي راح يكون؟ ان شاء الله تكون دوله عربيه. كوني عربي بشجع منتخبات عربية، بس انا لفريق انجلترا سابقا ولحد الان انجلترا من زمان على ايام روني بيكهام. كل سنه عم تختلف المستويات، بتوقع بهذا المونديال راح يكون في عنصر مفاجاه لفريق غير متوقع. من وجهه نظري ممكن يكون بلجيكا.